بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، يتجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج فتاوى، والذي يأتيكم مباشرة على تلفزيون حضرموت، ويستضيف نخبة من العلماء والفقهاء الذين يجيبون عن الإشكالات والتساؤلات التي تعرض لنا ويعلموننا أحكام ديننا الحنيف. ويسعدني في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيفها وضيفكم، فضيلة الدكتور زين بن محمد العيدروس، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة حضرموت وخطيب جامع الروضة بالمكلا. دكتور زين، مرحبا بكم. حياكم الله دكتور. مشاهدينا الكرام، نذكركم أنه بإمكانكم وضع استفساراتكم وتساؤلاتكم من خلال الاتصال على الأرقام التي تظهر لكم في أسفل الشاشة، أو بعث رسالة نصية على نفس الرقم على الواتساب الخاص بهذا البرنامج. دكتور زين، ولا زلنا معك من بداية الشهر ما شاء الله في تقلب وتسريح للنظر والفكر في كلام الله عز وجل، وقد طفت بنا في المرة الماضية في معنى آيات ودلالات سورة الكافرون، ونحن اليوم نقف مع سورة جديدة وهي سورة الكوثر، وما ميزها الله عز وجل رغم أنها في الألفاظ قليلة، فهي ثلاث آيات فقط، فما هي الميزة والخصوصية التي اختص الله بها هذه السورة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه السورة التي تحدى الله عز وجل البشرية كافة والناس كافة أن يأتوا بمثل أقصر سورة. هذه أقصر سورة من سور القرآن الكريم، آية عظيمة، سورة عظيمة، أقصر سورة حوت من جمال المعاني وتناسق الكلمات وتناسق الحروف ولفظ موجز يؤدي إلى معاني كثيرة غزيرة متجددة متناسقة متناسبة مترابطة مع آيات الكتاب. انظر كيف يقول تعالى في آية واحدة: فصلي لربك وانحر، يجمع بيانها في قول تعالى: يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فصلي لربك وانحر، الصلاة لله والنسك لله، لله لربك وانحر، أي وانحر لربك أيضا. كل جمعتها هذه بيانات هذه السورة، هذه الآية الأخرى من آية الكتاب العزيز: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. يعني ما هذا العطاء؟ إنه آية عظيمة جدا، أقصر سورة إلا أن أعظم سورة في الكتاب العزيز، آياته تدل على عظمة المنزل، وأنه لا كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه من عند رب حكيم عليم خبير سبحانه وتعالى. اشتملت أيضا هذه السورة على عدد من الضمائر المتعددة. لماذا؟ حتى يحصل الإيجاز والإعجاز. انظر كيف مثلا من الضمائر المتعددة في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. أعطيناك أولا ضمير بارز، كاف الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، أعطيناك. أيضا فصلي لمن؟ أي أنت يا محمد، ضمير مستتر. وكذا إن أنحر، صلي ربك وانحر، أي وانحر أنت، فهو أيضا ضمير. أيضا أعطيناك تجددت فيها ضمائر، أعطيناك فيها ضمير متصل وهو الكاف الخطاب، أيضا فيها ضمير الجماعة إن أعطينا نا، وهو تدل على عظمة الله. من المعطي؟ تعظيم. إنه الله سبحانه وتعالى. نعم، كأن كثرة وهو الله سبحانه وتعالى. أعطيناك أيضا اجتماع ضمير المفرد وضمير الجماعة فيه إن أعطيناك الكوثر، أعطينا النون وهو الله سبحانه وتعالى، كاف وهو المفرد وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه الآيات الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة النبي عليه الصلاة والسلام وما أعطاه الله عز وجل وما حباه من كوثر، من 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 من, من, من مقام، من ذرية مباركة، من عقب، من خيره مستمر في مدى الدهر. كل هذه تدل على ماذا؟ عظمة الكتاب العزيز، وتدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق كلهم
وعلى رأسهم نبيهم يعبدون الله لا غيره. لربك فصلي لربك وانحر. فصلي له لا لربك، ذكره بالخطاب كما يقال ليس المستتر الظاهر، يعني من الغيبة ليس الغيبة، خطاب الحاضر المتكلم. أيضا هذه السورة العظيمة اشتملت على ذكر لله عز وجل في ثلاثة مواضع، وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة مواضع في هذه السورة، مناسبة لأن الله يحب حبيبه صلى الله عليه وسلم. أيضا من جملة ذلك مثل أين هذه الكلمات؟ قوله تعالى إن، هذه يدل على الله سبحانه وتعالى، إن أعطيناك الكوثر، أيضا أعطيناك، النون في أعناك دليل على الله سبحانه وتعالى. أيضا لربك اسم ظاهر، لربك. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام الضمائر تدعو وتعود على النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله سبحانه وتعالى في قول أعطيناك، كاف الخطاب، ما قال إن أعطيناه مثل القرآن إن أنزلناه القرآن، لا، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. حتى في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الأحياء والأنبياء وأحياء في قبورهم. أيضا لربك، شوف كي لاحظ معي، أعطيناك ضمير مستتر في قوله أيضا فصلي، من؟ أي أنت يا محمد، فصلي وانحر لربك، أي أنت يا محمد. إذن الخطاب بذكر النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، وذكر اسم الحق سبحانه وتعالى في الضمائر أو في الاسم الظاهر لربك ثلاث مرات، لأن الله يحب حبيبه صلى الله عليه وسلم. سنعود إلى هذا الحديث، نستقبل اتصال. نور من المكلة، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعني دي نقول لك، كل يوم نحلم وليد مات. طيب نحلم مات يعني، وبس نشوفه فادي ده شبابه. تحلمين انه ولد مات؟ ايوه. لا هو عندنا الربان احنا. هو من؟ اه هو ايه؟ ولد معروف يعني، ولا تحلمين ايش؟ اسمعينا من الهاتف. لعل سؤالها كانت أنها ترى في منامها ولد يموت، لعله من أقاربهم أو من غيرهم. على كل حال، أولا هذا ليس موضع تفسير الأحلام، نعم، ويرجع إلى أهل العلم المتخصصون في ذلك. نعم. علم رأى قريبه في حالة دائما يتصدق عنه ويقرأ القرآن له ويدعو الله عز وجل له، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعني يلطف به. نعم. وأن يعلي قدره ونحو ذلك. نعم. فالرؤى يعني لا تضر. نعم. الرؤيا الصالحة لا تغر، والأحلام لا تضر. نعم. الحلم من الشيطان يقول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والرؤى من الرحمن. نعم. الرؤيا لا تكون إلا صالحة. نعم. فلا ينبغي إنسان يخبر بها إلا من يحب الرؤيا الصالحة. نعم. نعم. وأما الرؤيا السيئة فلا يخبر بها أحدا، فإنها لا تضر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا باختصار. نعم. أيضا لعله نتطرق قليل بس إلى جزئية، إذا رأى الآن إذا الإنسان رؤية سيئة. نعم. هل هناك شيء في السنة يعمله بعد رؤية؟ نعم. يتفل عن يساره. نعم. ثلاثا، وليتحول عن شقه الآخر، ولا يخبر به أحدا. نعم. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تضره إن شاء الله. لا تضره، بل يدعوه إلى الاستقامة. نعم. على منهج الله عز وجل. جزاكم الله خير. أيضا المحاور، هل بقي شيء في المحور الأول، الخصوصية والمزية لهذه السورة؟ هي سورة عظيمة حقيقة. نعم. كما تفضلت يعني ورد في بعض الآثار يعني قراءتها أنها تعدل ألف آية. نعم. كما عند في مسلم ذكر ذلك عبد الله بن الصديق الغماري في فضائل القرآن، ذكر الحديث الصحيحة. نعم. نعم. وهذا ما أريد أن أسألك، يعني هل هناك أحاديث؟ نعم. وردت بخصوص هذه السورة تقوم مقام قراءة ألف آية. وعزى ذلك للإمام الترمذي وغيره. هناك بطبع ليس لكل سورة فضائل، إنما هي كل فضائل، القرآن فضائل، لكن قراءتها كل قرآن كل حرف بحسنة وحسنة عشرة أمثالها. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. أيضا سبب نزول قول الله سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر. نعم. هو إن شانئك هو الأبتر ورد في العاص بن وائل. قال هذا العاص بن وائل إن دعوه على الرسول، فإنه رجل أبتر لا عجب له، فإذا هلك انقطع أمره وذكره. فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الكوثر، إن أعطيناك الكوثر إلى آخر الآية، والحديث أخرج الإمام النسائي وصححه. وكذلك أيضا كعب بن الأشرف بن مكة
نعم هذا الحديث ذكره الإمام ابن كثير في تفسير. أما كعب الأشرف قدم مكة وهو كان من أهل الكتاب كما أخرج ذلك النسائي وصحابه بن جرير الطبري وصحابه بن حبان. قال لما قدم ماذا قال له قريش؟ انظر كيف. فقالوا له ألا ترى هذا المنبتر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوم يزعم أنه خير منا؟ قال أنتم خير منه. انظر كيف، مع أنه يعرف اليهود النصارى يعرفون صدق النبي عليه الصلاة والسلام ومبشرا بالرسول يأتي من بعده اسمه أحمد سيدنا عيسى وموسى. طيب فما من نبي إلا وبشر بالنبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عز وجل هذه السورة إن شانئك هو الأبتر أي مقطوع الذرية، سواء كان العاص ابن وائل أو هذا الرجل. بطبع أيضا أنزل الله سبحانه وتعالى ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا في سورة النساء. طبع لما مات قاسم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنه أبتر، فأنزل الله هذه السورة بعد مقولتهم المذكورة آنفا. فجعل الله عز وجل نسله من ذرية سيدتنا فاطمة. قال عليه الصلاة والسلام في رواه الإمام الحاكم، وهذا من خصوصية النبي، طبع أبناء البنت لا ينتسبون لأبي البنت، ينتسبون لآبائهم. بنونا بنو أبنائنا وأبناء بناتنا آباؤهن الرجال وأباعدي، فإلا النبي عليه الصلاة والسلام. فأبناء ابنته فاطمة ينتسبون له عليه الصلاة والسلام، وهذه خصية بالإجماع، نقل ذلك الإجماع السيوطي في الخصائص الكبرى. ورد أيضا في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح والطبراني قال لكل بني أم عصبة إلا ابني فاطمة الحسن حسين فأنا أبوهم وأنا عصبهم صلى الله عليه وسلم. فكم ذرية النبي انتشرت آمن حسن حسين على ملء البقاع، وأخرج منهم الله سبحانه وتعالى الكثير الطيب كما ورد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لما زوج سيدتنا فاطمة، قال اللهم أخرج منهما الكثير الطيب، فتحققت. فكان فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم منتشرون على مر الزمان والعصور. والنبي في صحيح مسلم وفي خطبة الوداع قال أرغب الله في أهل بيت نبيكم، في البخاري عند سيدنا أبو بكر الصديق، وقال إنهما عليكم بكتاب الله والسنة وعترة أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، يعني لن يخالفوا الكتاب والسنة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما من شذ فلا عبرة بمن شب. إذن أبقى الله سبحانه وتعالى ذرية النبي عليه الصلاة والسلام لما أنزل هذه الآية إن شانئك الأبتر أي مقطوع الذرية. نعم خير. ولا نعود إلى ذلك، نستقبل اتصال محمد سالم من القطن. مرحبا أخ محمد. أخ محمد أعدي السؤال مرة ثانية، غير واضح السؤال. هل تكون الوصية واضح السؤال؟ واضح لديكم شيخ؟ لا ما أسأل عنه. الوصية أيوة، إيش بها الوصية؟ هل صوتك أخي محمد متقطع؟ طيب بإمكانك أن تضع السؤال على الرقم على الواتساب الخاص بهذا البرنامج وإذن الله تعالى نجيبك. نعم دكتور، نعود إلى ما ذكرته في السورة. سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي انبر للدفاع عن حبيبه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وهذا شرف له، شرف للنبي صلى الله عليه وسلم، من اسمه ليجله. نعم. فذو العرش محمود وهذا محمد. الله 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 سبحان الله. حتى بل من العجائب رأيت بعض العلماء يقول أن الله سبحانه وتعالى عندما تعلق الأمر بحبيبه قال هو قال لم يقل له قل إن شانئك هو الأبتر، إن هو تكفل بالخطاب مباشرة ردا على خصماء النبي عليه الصلاة والسلام من الكفرة. نعم جزاكم الله خير. سؤال الأخ محمد كان كما أفادنا الكنترول، هل يجوز الوصية للأحفاد؟ نعم الوصية للأحفاد، الوصية للأحفاد أبناء الابن. نعم أبناء ابنه طبعا إذا كان الأب موجود يعني ابنه موجود لا إشكال، لأنه الوصية الممنوعة لا وصية زي الوارث، وأبناء الأبناء غير وارثين بسبب وجود أبنائهم. أبنائه مباشرة يعني عنده أحفاده وعنده أبنائه يعني آباء الأولاد هؤلاء وهو جد، فلا يجوز أن يعطيهم من الوصية لأنهم غير ورثة غير ورثة. ولكن القانون اليمني قانون أحوال شخصية منع، وقال لماذا؟ لوجود الشبهة، لوجود الشبهة، وأن هذا المال
هو في يقول الى ابنه مباشره. قصد الابن ولكن بطريقه غير مباشره، اعطى الاحفاد من اجل ان يرجع لابنائه. فالقانون اليمني منع ذلك اخذا بقول عند المالكيه. نعم، ولكن حقيقه كان فتوى جائزه لا اشكال في ذلك. نعم، اما اذا ابنه اذا كان الابن توفي قبله وابيه فهذا جاء اشكال فيه. لا اشكال، يعني شخص عنده ابناء واحد ابنائه توفي قبله وعنده اولاد، فالقانون اليمني يعطيهم الوصيه الواجبه. نعم، وقوانين الاحوال الشخصيه بشكل عام في الدول العربيه بما لا يزيد عن الخمس، كانوا يعطونه ثلث، الحين زي صححوا الى الخمس. ايوه، وبطبع ونحن بطبع المذاهب الاربعه يقول ما عندنا وصيه واجب، لكن يوصي لهم، فينبغي ان نقول له اوصي لهم بالثلث، فتصح بالاتفاق قانونا وشرعا باتفاق المذاهب الاربعه. لان ابناء ابنه المتوفى والدهم قبله غير وارثه، فيجدون من الوصيه. وهذا افضل. جزاكم الله خير. ايضا من الاسئله التي جاءتنا عبر الواتساب، هذا تقول امراه ساندت زوجها في ازمته الماليه بذهبها على ان يعيده لها اذا تجاوز هذه الازمه الماليه، ثم بعد ذلك ساءت الاحوال بين الزوجين وتركت هذه الزوجه المنزل ولم تعد اليه ابدا، هل لها الان حق المطالبه لهذا الذي كان زوجها به الذهب الذي اعطته اياه؟ من اخذ من احد مالا ليس بنيه التبرع ولا الهديه، انما من اجل اعادته كامانه او قرض حسن كما هو في هذه الحاله، اشترطت عليه ان يرجعه، وجب ارجاعه سواء كان قريبا عزيزا حبيبا زوجا صديقا والدا حتى الاب. اذا كان قرض بشرط ان يرجع لابد ان يرجع، ولو حصل الطلاق واجب شرعا، وطالبه والرجل آثم إذا لم يعطيه حقها وأنكرها. لهذا ربنا سبحانه وتعالى أمر بكتابة الديون، يعني أطول آية في القرآن آية الدين، يعني الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، حتى كان قريبك ولا حبيبك ولا صديقك، لأن حقوق العباد هذه لا مبنية على المشاحة والمشادة. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله ولو كان قضيبا من أرك، قال ولو كان قضيبا من أرك. لا يحل ماله إطلاقا مبني على المشاحة. وبطبع إذا متوفي تطالبه تطالب الورثة بذلك، وإن شاء الله تعالى يكون مع السند في ذلك حتى لا ينكر الورثة. جزاكم الله خير. أيضا هذا السؤال آخر يقول فيه آلة الرش والتلميع والبخاخ الأسود وغيرها من الآلات التي تستعمل، هل يفطر استعمالها؟ نص الفقهاء أن الدخون والروائح والغبار الشارع ودقيق البر ونحوه لا يضر الصائم، ولو فتح فاه أو أنفه ودخل شيء لا يضر ذلك الدخان هذا يعني. إطلاقا نص على ذلك. القماط كما في مختصر تشديد البنيان للصافي وأصله للبارجة، ولكن قال العلماء طبعا لا إشكال في ذلك ولا يضر الصائم، يعمل له كماماتهم ويعمل لأن هذا شغله، ولكن إذا أراد أن يعمل يؤخر هذا العمل بالليل فهو أفضل حتى لا يتعبه ولا يكون فيه مشقة عليه. فما دخل في الأنف من الهواء من الغبار لا يضر الصائم إطلاقا. معتمد هذا بالشافعي. جزاكم الله خير دكتور، وضح الجواب. نستقبل الاتصال أم محمد من شبوة. مرحبا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي لفضيلة الشيخ بارك الله فيكم. تفضلي. مثلا عن مهر الزوج المدهر، يعني مثلا انا اللي بدي اتزوج. ارفعي صوتك قليلا ام محمد. طيب لو سمحت انا اسال عن مهر الزوجه من الذهب. مهر الزوجه من الذهب، يعني انا مثلا لما كان الوالد اتفق مع زوجي على مبلغ معين من الذهب او يعني عدد من الاساور والخواتم وكذا، ما استطاع يجيبه كله. فقال بعد الزواج اجيب البقي. اها. ما قدر يجيبه. ما قدر يجيبه بعد الزواج؟ لا ما قدر يجيبه بعد الزواج. طيب حصلت بعدين بيننا مشاكل استحالت العشره بيننا. انا تركت بيت الزوج وعايشه عند اهلي لي سنين. ومش مطلقه لكن انا ارفض العوده. انت تطلبين العوده؟ ترفضين العوده؟ ترفضين؟ ايوه ارفض العوده.
وهل يحق لي اني اطالب بالذهب؟ لان انا اعطيت ذهبي كله، يعني اللي كان عندي لما مرت ازمه ماليه اعطيت الذهب. فانا اسال الان، ذهبي اللي انا اعطيته اياه لما مر بضائقه ماليه والذهب المتبقي عنده من المهر، هل يحق لي اني اطالب به؟ ولو توفى مثلا هل يحق لي اطالب ورثته؟ واضح السؤال. نعم واضح السؤال. جزاكم الله خير وإياكم إن شاء الله. واضح لعله سؤال أم محمد. هل لحقه لها الآن أن تطالبه جزء كأنه من المهر، جزء من المهر أيضا متخلف خلفه، وكذلك أخذ ما منها ذهبها لضائقة نازلة به، يعني في شقين كأنه في السؤال. لا بد من أن يعطي الرجل ما بقي من المهر للمرأة، كذلك مطالبته بحقها أو حقها، هذا لا إشكال في إطلاقا. كذلك حق لها أن تطالب لأنه أيوة بمجرد الدخول وجب المهر، بمجرد الوطء فيجب على الزوج أن يتقي الله عز وجل ويعطي زوجته هذا المهر إذا ثبت أنه أخذه منها. نعم ليس هبة منها حسب صيغتها، إذا كان شريطته أن يرجعه بنفس ذهبه بذهبها بنفس وزن من غير زيادة ولا نقصان. هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى، لأنها أعطت إياها على بناء على هذا بناء على هذا. أما موضوع قضية أنه هي نفرت منه ولم تعد لبيت الزوجية، موضوع آخر هذا يجب أن يحل. لابد أي مشكلة بين زوجين يجب أن يجلس الناس، لا هذا يغلق الباب وهذا يذهب وتحصل المشاكل والأولاد يضيعون، تلتهم الذئاب في الشوارع بدون تربية دون انحراف، هذا لا يجوز في شرعه. ربي قال تعالى فتذروها كالمعلقة، هذه المرأة لا يجوز إطلاقا. تقول الله عز وجل لابد أن يجلسون، ربي قال إيش ما هو منهج قراني؟ فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها، أهل الحل والعقد من أسرتين يجلسون ويتفاهمون وينظوا يكتبون نقاط ما هي المطلوب من هذا الزوج، ما هذا المطلوب من الزوجة، ويوفقون بينهما. إذا وصلوا للطريق مسدود ينفصلون. نعم. لا إشكال في ذلك. أن تبقى هكذا كالمعلم. لا يجوز. وبعدين لكل حدث حديث. إذا كانت هي لا تريده من غير سبب فلها له أن يحق أن يطالب بالخلع. والخلع لابد تدفع شيء منه من 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 وهو المهر. ولا يصح أن يزيد على المهر، لا ينبغي أن تزيد على المهر. وهذه مسألة ثانية. مسألة أخرى. هذه المسألة الأولى انتهينا. نعم. أيوة لكن إحنا نريد الوفاق. نعم. هذا صحيح. هذه إذا وصل إلى هذا الحد مسدود. جزاكم الله خير وإن شاء الله كلماتكم طيبة تصل إليهم ويصلح الله الحال. نستقبل اتصال أيضا أبو البراء من صنعاء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ تفضل حياكم الله. طيب تفضل. سؤالك الأول أعده ثاني مرة. وقت برنامج كنت في الأيام العادية في اطرح السؤال ببطء يعني حتى يتضح لأن الصوت غير واضح. تبيعه؟ أيوة. رمضان الشيء الذي تبيعه إيش؟ أيوة ضع سؤالك ببطء حتى نفهم السؤال ونجيبك. خلاص السؤال يا أخي، الآباء اللي يزددون على أبنائهم ويضغط عليهم، تجي تقول له الاشتباه يقول لك أنا عندي مناسبة. حقيقة أخي أبو البراء لم يتضح لدينا السؤال. لعله من الهاتف. بسبب لعله مكونه من الهاتف جوة. أو بسبب البعد من المكان. لكن بإمكانك أبو البراء أن تضع السؤالين في رسالة في الواتساب حتى نجيبك بإذن الله تعالى عنها مع حضور الشيخ الدكتور زين. ونعتذر إليك لأن الصوت غير واضح لدينا. نعم دكتور، نعود إلى الأسئلة التي تريدنا عبر الواتساب، وهذا سؤال يتكرر وهو سؤال مهم جدا. حكم جوائز المسابقات وخصوصا في مثل شهر رمضان، يعني جوائز ترغيبية. نعم. وتفيد أحيانا السامعين بفوائد متعلقة بالدين، متعلقة بالمجتمع، متعلقة بما يدور حولهم، ويستلمون على ذلك جوائز. ما حكم هذه الجوائز؟ نعم. حقيقة الجوائز يمكن أنا تكلمت عنها في كتابي الخلاص في المعاملات، قسمتها إلى قسمين، جوائز المسابقات. نعم. القسم الأول فيه عمل من المتسابقين سواء كان شراء أو أسئلة،
شراء سلعة أو أسلحة، هذا في عمل من المتسابقين. وهذا تارة يشترط فيه، يعني ما لن تدخل في المسابقة إلا إذا اشتريت سلعة. وتارة لا يشترط سلعة. القسم الثاني لا يشترط سلعة، هذا جائزة ولا إشكال فيها. يعني يعطونك عمل أسلحة لكن من غير أن تشترط تشتري شيئا، يعطونك جائزة وهذا هبة، والهبات جائزة. الحالة الأولى وهي أنه يشترط تدخل المسابقة لكن لابد أن تشتري سلعة، تشتري قصعة أو كرتونا أو تلفونا، وبعدين قد تحصل وقد ما تحصل. ما حكم ذلك؟ هنا العلماء لهم وجهات نظر. الحالة الأولى تكون حرام، متى؟ إذا كانت السلعة بسعر زائد عن المثل. هذا السلعة سلعة سعرهم 1000 ريال. في المسابقة في الدخول ما لن تجد هدية أو جائزة إلا إذا اشتريت، لكن سعرها أكثر. 1500 أو 2000، فهذه محرمة، لأن هذا هو ميسر، والميسر دائر بين الغنم والغرم. قد تخسر قد تتربح. يعني أنت وحظك، حظك يا نصيب كما يقال. القسم الحالة الثانية أنه سعر السلعة نفسها تشتريها ويعطونا كارت، قد تحصل قد ما تحصل، والبضاعة هي نفسها، فهذه مختلف فيها، والجواز أقرب. لماذا؟ لأنها هبة، ولأنها عدم وجود فيه زيادة، ما فيها قمار ولا فيها، إنما هي عبارة تبرع، وأنت اشتريت السلعة استفدت منها. إلا المشكلة في حالة واحدة، أنه الذي يشتري السلعة ليس لغرض السلعة وإنما لغرض الهدية الجائزة. هذا الأمر فيه يتوقف، لا ينبغي أن يفعل ذلك الإنسان. هذه القسمة الحالة الأولى، وهي الجوائز التي فيها عمل أو شراء أو أسئلة أو بذل جهد. سنعود إلى الجزء الثاني لكن حتى لا يبقى الاتصال معلقا. أميرة علي من المكلة، مرحبا أخت أميرة. أيوة لو سمحت، معي شيخ. تفضلي ورفعيس. معي شيخ. طيب لو سمحت يا شيخ، أمي مريضة تمام، تشرب حبوب بس ما تقدر تقوم تصلي الفجر لأنها تقلن الحبوب حق نوم مهدي، فهمتني؟ أيوة نعم. ترجع تصليها مع العصر، هل يجوز ولا لا؟ طيب تسمعين الجواب. وثاني حاجة معي ثاني سؤال. طيب أمي سوت عملية وتسوي قطار حقها يعني بعد الفجر، يعني هل يجوز ولا يفطر ولا شيء ولا عادي؟ فعلا بطرة العين. أيوة بطرة في العين. طيب ومعي كذا سؤال. طيب على الوضوء، يجيني دائما سنوين كده وسنوين في الوضوء، مرجع كرر الصلاة، يعني وش أسوي عشان أبعد من دي الشيء؟ طيب تسمعين الجواب. بارك الله فيكم. أعود إلى ما قطعتك العفو منه، وهو ذكرت الحالة الأولى في المسابقة إذا كانت بمقابل عمل. نعم. ويعني يشتري الشخص شيئا ويتنقسم قسمين. تنقسم قسمين. القسم الأول. القسم الأول لا، شرط فيها بالشراء سلعة. شرط القسم الثاني لا يشترط شيء وهذا جائزة. أما الشراء ينظر إن كانت بسعرها مثلها فجائز عند أكثر المعاصرين. نعم. لأنها عبارة عن هذه هدية زائدة. أما الحالة الثانية إذا كان زائد على سعر مثلها هذا حرام وميسر. ننتقل الآن إلى الشق الثاني، وهو المسابقات التي ليس في عمل، كتوزيع كوبونات أو بطاقات لسحبها. وهذه حقيقة تارة تنقسم أيضا القسمين، تارة لا يشترط شيئا تشتري شيء، هي عبارة عن في عمل ليس في عمل، لكنها كوبونات، هذه كوبونات قد تكون لا يشترط، مسك هدية، هذا جائزة لا إشكال فيها. وهكذا الآن لعل غالب المسابقات تتصل لا إشكال في ذلك. القسم الثاني لابد أن تشتري شراء الكوبون هذا أو البطاقة أو السحب فلوس، وهذا أيضا تارة يكون اختلف العلماء فيها المعاصرين، قال منهم وقال أنه حرام. ليه؟ لأنه هذا وجود قمار، لأنك دفعت مال مبلغ من المال وهذا حرام. القسم الثاني القول الآخر الصحيح أنه جائز، وقالوا هذا هبة تمام، ولأنه المبلغ هذا قليل جدا، عبارة عن الكوبون هذا القيمة، قيمة الكرت، قيمة الكرت، هذا لا إشكال فيه، إذا كان نفس القيمة الكرت فلا إشكال فيه إطلاقا.
لكن أما إذا كان يعني القول الأول قالوا حرام وهذا قول غير صحيح, لأنه عبارة عن أصلا تسحب من غير مقابل, غير مقابل كمان ما يشترط فيها الشراء, هذا جائزة لا إشكال فيها. حالة الشراء, حالة الشراء قد تكون مبلغ كبير مبلغ قليل, مبلغ قليل قيمة الكرتون هذا أو الكوبون لا إشكال فيه. نعم, أما إذا كان مبلغ كبير فهذا حرام. أما المسألة التي يكون فيها لا لأنك شراء, قد تحصل قد ما تحصل. نعم, ولم تجد سلعة. يعني هذا أشد من الحالة الأولى. الحالة الأولى عاد معك سلعة ولو قال بسعر زايد مع أنه حرام, لكن هذا ما تشتري سلعة إطلاقا, تشتري كوبون ضروري تودع مثلا 100 ريال سعودي بعدين قد تحصل سيارة قد تحصل قلم, فهذا حرام مع أنه ليس في عمل كوبونات. إذا كان بفلوس حرام شرعا. أما إذا كمان مبلغ بسيط جدا قيمة تكلفة الورق ريال يعني لا إشكال, إشكال في ذلك. وأما إذا كان بلا مبلغ فهذا فلا إشكال إطلاقا, هذه هبة. نعم, جزاكم الله خير, وسنجيب إن شاء الله عن أسئلة الأخت أميرة علي الثلاثة, لكن بعد فاصل قصير, فكوني معنا مشاهدين الكرام, فاصل قصير نعود بعده لنواصل معكم, فكونوا معنا. مشاهدين الكرام, عدنا إليكم مجددا في هذه الحلقة من برنامج فتاوى, والتي تأتيكم مباشرة على تلفزيون حضرموت, والتي نستضيف فيها فضيلة الدكتور زين بن محمد العيدروس. نذكركم أنه بإمكانكم وضع استفساراتكم وتساؤلاتكم من خلال الاتصال على الرقم الذي يظهر لكم في أسفل الشاشة, أو بعث رسالة نصية على الواتساب الخاص بهذا البرنامج وهو نفس الرقم الذي يظهر لديكم في أسفل الشاشة. أعود معك دكتور زين إلى أسئلة الأخت أميرة علي. سؤالها الأول تقول أمها مريضة ونسأل الله لها الشفاء والعافية ببركة هذا الشهر الكريم. تقول أمها مريضة وتشرب حبوب, وهذه الحبوب تجعلها لا تستطيع أن تقوم لصلاة الفجر, فيستمر معها النوم ولا تصلي الفجر إلا مع العصر, فما الحكم في هذه الحالة؟ أولا ما دام الإنسان عقله موجودا لا يجوز تأخير الصلوات إطلاقا. لدينا نعم الذين كانوا الذين هم عن صلاتهم ساهون يؤخر الصلاة عن وقتها. توعدهم الله فويل للمصلين هم عن صلاتهم ساهون, توعدهم الله بويل, والويل واد في جهنم لو سيرت في جبال الدنيا لذابت من شدة حرها. إذن عليها أن تشرب الدواء قبل طلوع الفجر ولو بعشر دقائق, ثم تبقى وتصلي الفجر ثم تنام. يعني استطاعت إن استطاعت تفعل هكذا. أما إذا شربت الدواء قبل الفجر ثم نامت وأيقظوها ما قامت يتركوها, لأنها معذورة من عذار الصلاة النوم والنسيان. فإذا معذورة إن شاء الله تعالى بسبب مرضها فمعذورة إذا شربت أنامت قبل دخول الوقت. أما من نام بعد دخول الوقت وهو يعلم أنه لا يستيقظ فحرام عليه النوم حتى يصلي. ماذا نامت قبل الفجر وأيقظوها برفق بسبب مرضها وما قامت لا أشكال عليها, ولها إذا استطاع مثلا أن يأتيها نوم كثير أن تؤخر الظهر إلى العصر لمرض أجاز ذلك النووي وغيره من كثير من الفقهاء, تأخير الظهر إلى العصر تجمع تمام من أجل هذا العذر. جمع رسول الله الظهر والعصر والمغرب عشاء من غير عذر وفي رواية من غير مطر, أراد أن لا يحرج أمته قال ابن عباس كما في صحيح مسلم. هذا السؤال الأول. سؤالها الثاني تسأل عن أن والدتها أيضا نسأل الله جل الشفاء فعلت عملية في العين وتستعمل الآن قطر في عينها, فما حكم استعمال قطر العين؟ قطرة العين مختلفة بين العلماء المعاصرين, وحتى الشافعية قاسوها كالكحلي أنها لا تفطر, على مذهبهم أن الكحلة لا يفطر, ولكن المالكية والحنابلة أن الكحلة ومثل قطرة العين من باب أولى أن تفطر الصائم خصوصا إذا وجده في حلقه. والأقرب عند الطب أنه يفطر, أنه يفطر لأن ثمة مسامة صغيرة متصلة بالحلق, فالأولى أن تستخدم هذا من الليل إلا إذا لزم منها ذلك الأمر فتستخدمه نهارا نهارا إذا كان لابد, ويستحب أن تقضي هذه الأيام احتياطا مراعاة لمذهب مالك وما أحمد بن حنبل والعلماء الطب ومن العلماء المعاصرين, وبه أقول أن تصوم القضاء بعد ذلك تقضي احتياطا إذا استخدمت هذا في النهار. سؤال الأخت أميرة أيضا ثالث تقول عن الوسواس, يأتيها وسواس وأحيانا في الوضوء والطهارة. كيف تتخلص منه؟ تكلم عن هذا في حلقة مفصلة, منها أولا الاستقامة العلم
الأذكار الواردة عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم, منها ذلك الاستعاذة بالشيطان بالله من الشيطان الرجيم, أن تقول آمنت بالله ورسله ثلاثا كما روى ذلك ابن السني, وعند البخاري فليستعذ بالله منه ولينتهي. إيش لا ينتهي؟ اتركيه جملة, يعني لا تعول على الوسواس. توضأت يقول خلاص توضأت, قال ما توضأت الشيطان, قال لا قولي توضأت, أنه يأتي شيطان يسمونه الخنزب يفسد صلاته الإنسان. نعم, وفي الوضوء أيضا والهان يتولى هو, يعني نسأل الله العافية. لا تسترسلين مع هذه الوسواس, فإنك إن استرسلتي أخذك في ضيق وفي عنت والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فأيضا قل أعوذ برب الناس, المعوذتان وسورة الناس بالخصوص اقرأيها دائما خصوصا قبل الوضوء قبل الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى يذهب عنك الوسواس. واعتصم بحبل الله, ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. جزاكم الله خير دكتور. أيضا فيما يتعلق بسورة الكوثر, ما هي ما المراد بالكوثر والأحاديث التي وردت يعني في هذه السورة؟ هناك وردت حديث كثيرة. قال سيدنا ابن عباس بينما كنا جلوسا عند الرسول صلى الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاءة, يعني نام نومة خفيف, ثم رفع رأسه مبتسم, قلنا يا رسول الله ما أضحكك؟ قال أنزلت علي آنفا سورة, فقال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر, فقرأها كاملة. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال نهر وعدانيه ربي عليه خير كثير آنيته عدد النجوم, أخرجه مسلم في صحيحه. أيضا ورد من حديث ابن عمر قال الكوثر نهر في الجنة حفتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت, تربته أطيب من المسك, ماؤه أحلى من العسل, أحلى من العسل وأبيض من الثلج, أخرجه أحمد في مسنده والإمام الترمذي, وقال حديث حسن صحيح. أيضا ورد في طبع الكوثر هذا أصح التفاسير أنه نهر, نعم, ثم يجتمع في حوض للنبي صلى الله عليه وسلم يشرب الناس منه قبل المرور بالصراط, فلهذا يذادون عن الحوض أناس يقولون ما لماذا تذودون عنه؟ ولا تدري ما أحدث بعدك, خالفوا سنة نبيك لم يؤمنوا بك صلى الله عليه وسلم, حديث في صحيح مسلم وعنده غيره. ورد حديث سعيد بن جبير التابع الجليل عن ابن عباس قال عن ابن عباس قال الكوثر نهر, الكوثر الخير الكثير أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم, فسأل رجل من تابع التابعين قال أبو البشر لسعيد بن مسيب سعيد بن جبير قال إن ناسا يزعمون أن الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم, ماذا قال؟ قال سيدنا سعيد بن جبير قال النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. يعني الكوثر العرب قديما يطلقون على الشيء الكثير الكوثر, الشيء الكثير, فهو نهر أيضا. قالوا من معاني الكوثر الحوض, الشفاعة, كثرة أمته صلى الله عليه وصحبه وسلم, القرآن الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى النبي, كل هذه تدخل من ضمن الكوثر. إذن يراد به الكوثر, شوف كيف نظرة ابن عباس, قال الكوثر هو نهر أعطاه الله عز وجل الخير الذي أعطاه الله عز وجل نبيه وغيره من الخيرات, فكل ذلك يندرج تحت الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه وحبيبه وصفيه. نعم, جزاكم الله خير. أيضا هذا السؤال يتكرر معنا, وأيضا نذكر المشاهدين أنه قد سبق في عدد من الحلقات لكن لا بأس من التذكير به. السائل يقول الزكاة للأب وللابن وللأرحام وللزوجة, يعني الآن كثير من الناس إذا أراد أن يخرج زكاة يقول لك هل يجوز مثلا أعطي أبي, أعطي مثلا عمتي, خالتي, ابنتي, ابني؟ فنبدأ بالآباء. الأصول الفروع, الأصول الفروع, لا يجوز أن يعطي الإنسان أحدا من أقاربه من أصوله وفروعه, لأن نفقتهم واجبة عليه. يعني فقراء محتاجين واجب عليه. يعني هل بالله عليك يسأل إنسان يقول هل يجوز أن أعطي والدي من الزكاة؟ لا تعطي من أعطي من مالك, الولد نية أبيه وفيه ما فيه, أنت ومالك لأبيك, يقول النبي صلى الله عليه وسلم للإباحة ليس للملك, صحيح مال مالك لكن أعطي والدك, واجب شرعا تنفق على أبيك. نعم, هذا بالنسبة للآباء وللفروع أصول الفروع. قالوا نعم يجوز للفرع أن تعطيه من إذا كان غارما من الزكاة, ابنك نعم من الزكاة تعطيه,
عليها دين. دين. كذلك الأب يجوز من الزكاة. يعني إذا كان الأب عليه أو ديون. أو الزوجة كذلك من الديون فقط. من الديون. استثنى ذلك على المشافعية. أما العمة والخالة وأبناء العم تمام هذا لا يجب عليك نفقتهم. فيستحب أن تعطيهم من الزكاة الأقربون أولى بالمعروف. نعم بالمطلوب سئل النبي أن أعطي زكاتنا أقاربنا قال صدقة وصي أختي وعمتي قال نعم لك صدقة وصلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم أيضا دكتور يسأل كثير من الأحيان عن صلاة التسبيح والتي تصلى في مثل شهر رمضان عن الحديث الذي ورد فيها وكيفيتها والأصل هل لها أصل أم ليس لها أصل خصوصا أن بعض الناس يجد أناس يصلون هذه الصلاة فيستغرب من هذا الأمر. هي صلاة حقيقة حصل فيها خلاف بين العلماء لأنه مختلف في حديثها لكن عند أكثر المحدثين تصحيح حديث صلاة التسبيح وقد علمها النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس بن عبد المطلب يا عم قال ألا أحبوك ألا أحذيك ألا أعطيك نعم فقاله صلي في أي وقت ركعتين نعم وعلمه الكيفية صلى الله عليه وسلم وهذه صح الإمام العلائي الحافظ العلائي والإمام النووي توسع فيها في كتاب الأذكار وتكلم عن كيفية هذه الصلاة بل عقد فصلا كاملا بابا كاملا وبين كيفية الصلاة هي صلاة كانت ركعتين تحية المسجد إلا أن فيها التسبيح فيها التسبيح ومن أخذ بهذا الحديث لا يأخذ به لأنه لا إشكال فيه حتى ابن تيمية له كلام حسن في ذلك في فتاويه قلت ذلك في بعض الفتاوى وهي تكبير تكبر تكبير إحرام تنهي صلاة التسبيح سميت بتسبيح لأنها فيها كثرة التسبيح سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الباقيات الصالحات قبل بعد التكبير وقبل دعاء الاستفتاح أيضا دكتور الآن بحكم بعضهم يسافرون مثلا إلى العمرة أو إلى المناطق الأخرى مثلا التي فيها مسافة قصر لكن يكثر السؤال عن رخصة في الفطر للمسافر متى يترخص المسافر فيجوز له أن يفطر المسافر لا يجوز له أن يفطر إلا إذا جاوز عمران بلدته قبل الفجر هذا يكون مسافر من سافر قبل طلوع الفجر يعني لا بد أن يتحرك قبل الفجر قبل هذا يكون مسافر أما إذا سافر بعد الفجر تمام وفي الطريق ولو كان مسافر سفرا طويلا فلا يجوز له الفطر إلا إذا تعب وأصابته مشقة شديدة لا يستطيع فيفطر معها الصوم فيفطر ليس بسبب السفر إنما بسبب التعب والإرهاق لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال إن كنتم على سفر على سفر فعدة من أيام إن كنتم كان منكم مريضا من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى شوف لفظ ما قال في سفر قال على وعلى تفيد الاستعلاء حال كونكم على السفر يعني أدرككم السفر أدرككم الصوم صوم هذا اليوم وأنتم على السفر يجوز لكم أن تفطروا وأن تصوموا خير لكم إذا ثم تم شقة أما إذا سافرت بعد الفجر فلا يجوز لك الفطر بأن بسبب السفر إطلاقا حرام عليك إلا بسبب المشقة أجهدت نفسك تعبت نفسك لا إشكال في ذلك نعم أما إذا مثلا دخلت بلدة سافر مثلا سفر طويل وصلت بلدة مثلا النهار وأنت مسافر وستسافر إلى منطقة أخرى يجوز لك أن تفطر لأنك مسافر لأنك مثلا تريد تسافر مثلا إلى صنعاء سافرت مثلا من الليل وصلت صنعاء مثلا قبل العصر تحركت بعد ذلك في السفر في الطريق في صنعاء في عدن مثلا أو في تعز مثلا في النهار يجوز لك أن تفطر لأنك في السفر لا زلت في السفر حتى تصل إلى مكان إقامتك إذا بتجلس فيها أقل من أكثر من 4 أيام غير يومي الدخول والخروج فلا يجوز لك الفطر ولا يجوز لك القصر أنك أصبحت مقيما إلا إذا كان بتجلس يوم يومين لك الحق حكمك حكم المسافر تماما جزاكم الله خير دكتور زين ووصلنا معكم إلى خاتمة هذه الحلقة تختمونها بكلمة ودعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا الشهر العظيم وأن يعظم لنا الأجر وينبغي لنا وذكر نفسي وأحبابي أن نقصد بصلاتنا وقيامنا الله سبحانه وتعالى وسائر نسكنا ربي قال فصلي لربك وانحر ما قال فصلي مباشرة لا قال لربك فصلي له
لا لربك. نعم. فينبغي أن قيامنا صلاتنا قراءتنا لا تكون مبهال للناس. نعم. وهذا سيد الناس أمره الله سبحانه وتعالى بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. وانحر حتى النسك. شوف كيف الجانب الآية هذا جمعت بين العبادة تمام البدنية والعبادة المالية وهو النحر التصدق. ينبغي أن يكون لربك الله. لا يكون لغرض ما، لا يكون لناس، لا يكون لجاهك لسمعتك أو ليقال متصدق أو ليقال في رمضان يزكي أو ليقال كذا وكذا وكذا. ينبغي الإنسان يستر طاعاته كما يستر سيئاته. يخلص العمل لله، لأن وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا كان كما قال إذا حسنت المقاصد بلغ القاصد. الله. إذا صلحت المقاصد لم يخب القاصد. ما خيبه الله سبحانه وتعالى أنت ما قال. فإذا أصلحنا صدقنا مع الله سبحانه وتعالى كانت عباداتنا ترجع إلينا بالخيرات. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لما أمر الله عز وجل بالصلاة قال واحد من علماء الكريم لو أن علمت أن الله قبل مني صلاة ركعتين لضيفت أهل بلدتي 3 أيام بر ولحم. لا فلهذا لكن نحن لما نصوم استغفر الله عز وجل، نصلي نستغفر الله تعالى. من ضمن الأدعية اللهم يا عظيم يا عظيم قد همني، اللهم يا عظيم يا عظيم اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. دعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني، ورد طرق كثيرة يعضد بعضها بعضا وإن كان في ضعف يعمل به فضائل أعمال. اللهم لك صمت، لك صمت وعلى رزقي أفطرت. ملاحظة الصوم لله والنسك لله وعباد الله قراءتك لله طريق عظيم وأمان وسعادة وبركة ومنام ونماء في الخير في الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن يحققنا بجميع هذه المعاني السامية الراقية. أشكر لك دكتور زين هذا الحضور وهذه الإفادة. وأنتم مشاهدين الكرام نشكر لكم حسن الإصغاء وحسن المتابعة، على أمل أن يتجدد بنا وبكم اللقاء بإذن الله تعالى في حلقة مقبلة. إلى ذلك الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.